شهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر وصلة جدال بين المدرب المصري إبراهيم سعيد والنجم التونسي السابق حاتم الترابورسي بعد تحريم الأخير للاحتفال برأس السنة الميلادية. ونشر حاتم الترابورسي عبر حسابه على تويتر تغريدة قائلا: لا يجوز للمسلمين تبادل التهاني بمناسبة رأس السنة الميلادية، كما لا يجوز لهم الاحتفال بذلك لما في الأمرين من التشبه بالكفار، وقد نهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن التهنئة بيوم يعود كل سنة تدخل في معنى الاحتفال به واتخاذه عيدا، وذلك ممنوع أيضا والله أعلم. وهو ما أدى إلى تدخل إبراهيم سعيد قائلا: التهنئة عبارة عن تمنياتي بالخير في العام الجديد للجميع، وأن تكون سنة خير على الكل، وأعتقد ده مش حرام، فما يفعله الطرابلسي الآن هو تحريم من غير مبرر أو مستند علمي أو ديني. ورد إبراهيم سعيد عليه ليثبت أننا في مصر المسلم والمسيحي واحد، بناكل ونشرب مع بعض وكلهم إخوتنا وأصحابنا، حتى رسولنا الكريم أوصانا بهم خيرا. جدل أنهاه الدكتور شوقي على مفتي الجمهورية بأن تهنئة الأخوة المسيحيين في أعيادهم من باب البر الذي تأمرنا به الشريعة الإسلامية، داعيا في بيان أصدره إلى تهنئة الأخوة الأقباط في أعيادهم وعدم الاستماع لفتاوى المتشددين التي تحرم ذلك، مشددا على حاجتنا الشديدة لنشر المزيد من المودة والرحمة والتآلف بين أبناء الوطن الواحد من المسلمين والمسيحيين لمواجهة محاولات ومؤامرات نشر الفتن. وبهذا نقطع الألسنة ونقول لحاتم الطرابلسي: لا يفتى ومالك في المدينة.